بمناسبة حلول فصل الربيع، نظم المركز الثقافي اللبناني الألماني جونيي بالتعاون مع بلدية جبيل بيبلوس حفل موسيقي لفرقة باروك أنسامبل تحت عنوان كونسير دو برينتان دو باروك أنسامبل. أكثر من 30 عازف بقيادة جو داو توزعوا بالشارع الروماني الأثري للمدينة وقدموا بالهواء الطلق برنامج ربيعي متنوع وغني بالموسيقى الحيوية. ورفق الفرقة السوليست ماريا داو أليس فرحات ريس على الفلوت ولاريسا فغالي على البيانو. وضم ريبرتوار الفرقة عدد من الموسيقى التصويرية لأفلام مثل Somewhere Out There, The John Denver Theme, Mission Impossible Theme, The Man from Snowy River, Pirates of the Caribbean, Apollo 13 وغيرها. وقد أدت ماريا داو أغنية السولوميو هابنيرا from Carmen.